وسهلا بكم في برنامجكم أسئلة محرجة. زي ما تعودنا كل أسبوع في ميعادنا كل يوم سبت الساعة 10 بالليل بنناقش موضوع بيهم كل أسرة، بيهم جميع أفراد المجتمع. ساعات بنسأل بعض أسئلة محرجة ما بنلاقيش ليها إجابات، بنحاول إحنا نوفر لكم الإجابات دي من غير ما يبقى في أي إحراج أو في أي إحراج بالنسبة لأي فرد من أفراد الأسرة. إحنا موضوعنا النهاردة هنتكلم فئة معينة فوق ال 18 سنة، هنتكلم على مشاكل أو اضطرابات القذف عند الرجال. هل اضطرابات القذف عند الرجال لها مشاكل أو لها أسباب متعلقة ببعض الأمراض زي الضغط أو السكر؟ هل بعض العلاجات زي علاجات الضغط هل ممكن تأثر؟ هل المشاكل النفسية ممكن تأثر على عملية القذف؟ دي أسئلة كلها هنحاول ان احنا نناقشها النهارده معاكم، ويسعدنا ويشرفنا ان يكون معانا النهارده الاستاذ الدكتور ايمن راشد، استاذ ورئيس قسم جراحه المسالك البوليه وامراض الذكوره والعقم بكليه الطب. اهلا وسهلا دكتور ايمن. اهلا بك يا فندم. بالنسبه اضطرابات القذف، حضرتك عايزين نعرف هل هي منتشره وموجوده في المجتمع ولا نسبتها بسيطه؟ هو الحقيقه لا، هي طبعا منتشره جدا. يمكن يعني احنا بس علشان نقدر نعرف الناس، القصه ما بتتلخصش دايما في سرعه القذف، اللي هو دايما او في معظم الاحوال احنا بنشوف الناس دول في المستشفى وفي عياداتنا انه بيجوا يشتكوا من سرعه القذف. لكن المشكله الحقيقه ليها ابعاد اخرى. عندنا في سرعه قذف وفي تاخر في القذف وفي انعدام قذف. يعني مشاكل مش كلها زي ما الناس متخيله، لا، سرعه قذف فقط. بالتأكيد في اسباب تانية كتير بالظبط تخش. يمكن اكتر يعني مشكله مشهوره هي مشكله القذف السريع فعلا. لكن في حاجات تانية فعلا الناس، في مرضى كتير بيشتكوا منها للاسف ما بناخدش بالنا او بتعدي بسرعه لان عدد الناس اللي بيشتكي منها مش كتير زي الحقيقه سرعه القذف. ايوه طيب، نسبتها قد ايه في المجتمع؟ يعني نقول كام في المية كده موجود؟ الحقيقة سرعة القذف تحديدا لوحدها ديت يمكن بتمثل كشكوى أكتر من 50% من الرجال. ودي الحقيقة نسبة كبيرة جدا. يعني يكاد يكون، ما أعتقدش إن 50% من الرجال بيروح الدكتور استشاري في أمراض الذكورة، فأعتقد دي نسبة عالية يعني. نسبة بس عالية للأسف جداً. ما في حدش بيتكلم، وده هدف برنامجنا زي ما قلت لحضرتك إن إحنا بنناقش بعض الأسئلة ممكن يكون إحنا عايزين نسألها ومحرجين أو مكسوفين، وده هدف برنامجنا. بيشرفني طبعا تلقي استفساراتكم واتصالاتكم على رقم تليفون 09035 أو موبايل 23003. طب دكتور أيمن، هل في أنواع تانية غير سرعة القذف؟ هل في مثلا قذف الانعكاسي او ارتجاعي، او في عدم انعدام القذف ممكن يحصل؟ ما هو انعدام القذف تحته بقى في يعني كل واحده منهم بيبقى تحتيها بعض العناوين. ايوه زي ما حضرتك تفضلت كده وقلت انه انعدام القذف بيجي تحته فعلا القذف المنعكس او الدراي ايجاكوليشن اللي هو القذف الجاف. يعني في اكتر من نوع في كل انتيتي او كل عنوان لوحده. لكن احنا اذا قلنا او اتكلمنا على كل عنوان لوحده يبقى لازم هنفرد له اكيد. طيب نتكلم عن سرعه القذف، بما ان ديت بتمثل يمكن اكبر مشكله 50% زي ما حضرتك قلت، نتكلم عليها شويه. اتفضل. سرعه القذف الحقيقه يعني لازم الاول نعرف تعريف سرعه القذف. تعريف سرعه القذف في ناس كتير جدا اختلفت عليه كدراسات يعني طبعا ومجتمع علمي. الناس اختلفت عليه. في مدرسه قالت والله ان سرعه القذف ديت هي او لازم نعرف برضو الاول انه القذف مدته قد ايه المفترض اللي هي الطبيعيه. كويس. الطبيعي كل الدراسات اثبتت ان هو، الناس هتستغرب من الرقم اللي انا هقوله، من 3 ل 8 دقائق. في ناس كتير جدا متخيله ان ال 8 دقائق وال 10 دقائق والربع ساعه فتره كبيره، يبقى ده معناها انه عنده سرعه قذف. هنا بقى نبدا نفنط ال 50% دول. لو قعدنا نفلتر فيهم تقريبا نصهم هيطلع بره المنظومه، يعني ما عندوش سرعه قذف. ليه؟ لان هو بيبقى في الرينج الطبيعي اللي هو مثلا 5 دقائق 8 دقائق، ده المتوسط. فهو يتخيل ان هو عنده سرعه قذف، فبالتالي اللي بيحصل ان هو بيبدا يشتكي من ده ويبقى يتحسب من ضمن الجروب او المجموعه اللي بتعاني من سرعه القذف وهو ما عندوش سرعه قذف. كويس. واخد بالك؟
الناس بقى اللي قالوا برضو تاني انه في مثلا 50% من الحالات، في 50% من المرات الجماع اذا لم يحدث اشباع رغبه الطرف الاخر فده يعتبر سرعه قذف. طب هم قالوا ده بناء على ايه؟ قالوا برضو بناء على الاورجازم او النشوه بتوصل برضو في الطرف الاخر انه تقريبا بياخد نفس المده. طب ايه اللي بيخلي الراجل يهيئ له بكده؟ يعني حضرتك بتقول الناس متخيله ان ان انها تكون اكتر، طب ايه اللي بيخلي الراجل لانه الحقيقه ده ممكن يعني بيعتمد شويه على شيء ايكونوميك ستيشن او ستيتس اللي موجوده في المجتمع، الوضع يعني الاجتماعي. لو يعني الوضع الاجتماعي والتفكير والعادات بتاعت الشباب او على القهاوي ويقعدوا يتكلموا ده انا عملت وانا سويت ومش عارف ايه، ده انا قعدت ساعه واتنين. انا ساعات لما المريض يجي يقول لي والله ده انا كنت زمان بقعد ساعه، او سمعت صاحبي بيقول بيقعد ساعه مثلا، اقول له يا ابني ده لو بيقعد ساعه ده اكيد هو مريض، يعني هو عنده مشكله بالفعل. مش مجرد ده لازم يتعالج، يعني مش ساعه ديت ميزه. بالعكس انا برضو عايز اقول انه الناس اللي بتطول زياده عن اللزوم اللي احنا هنقول فيها تاخر القذف بقى ده لوحده مشكله، لانه بيرهق، يعتبر مرض. طبعا ده بيرهق اساسا الجهاز التناسلي بتاعه. وعنده مشكله في هذا ومحتاج ان هو يتعالج هو كمان بس بطريقه اخرى. فخلينا ناخد بس الشق بتاع سرعه القذف ده ونخلصه. طبعا زي ما اتفقنا الحاله الاجتماعيه والثقافيه والدينيه، حاجات مرجعيات كتيره جدا بنتكلم فيها، هي ديت اللي بناء عليها احنا بنبني كلتشر او ثقافه شعبيه واضحه بالنسبه لسرعه القذف، بتخلينا نفكر دايما انه كل ما اتاخر القذف كل ما كان ده شيء كويس واحسن، بالرغم من انه هو مش مريض وانه هو كويس الا انه بيسمع من غيره فبيعتقد انه هو عنده مشكله. طب نفند بقى ايه اسباب سرعه القذف؟ دول بقى الناس اللي هم بيشتكوا طبعا، يعني مش كلهم طبعا الحقيقه عندهم مشكله نفسيه او سيكولوجيه او كده، لا، بس بالتاكيد طبعا في حالات بالفعل اللي هو تقريبا بيحصل القذف في خلال دقيقه، ساعات نسمع من قبل اساسا ما يحصل الجماع الحقيقي، يعني ده اللي هو البري كام، يعني اللي هو قبل ما يبدا يدخل او يعمل اي حاجه يحصل القذف، او حتى بعد ما مباشره بعد ما يحصل اللي هو اقل من دقيقه دقيقتين ثلاثه، ده فعلا احنا بنعتبر ان هو عنده سرعه قذف. الحقيقه هنا لازم نفصل ما بين حاجتين مهمين جدا. الاولانيه وده سؤال مهم قوي، هو الحاله دي حاله جديده؟ يعني انت كنت كويس وبعدين بدا يبقى فيه سرعه، ولا هي حاجه قديمه من يوم ما اتجوزت وانت كده؟ هنا في فرق في الاثنين. ليه في فرق في الاثنين؟ لانه الحقيقه لو هو من يوم ما اتجوز او طول عمره بهذا الشكل يبقى هو اورجينيكالي او عضويا عنده مشكله قد تتعلق حتى وراثيا، يعني في جينات خاصه بهذا الموضوع لما بتتنقل بتخلي انه فعلا بيبقى فيه سرعه قذف. ده معناه ان ممكن يكون الاب عنده نفس المشكله والجد عنده نفس المشكله. ده حقيقي، مش بالضروره طبعا الاب، مش بالضروره الجد، هي بتتنقل عبر اجيال بصرف النظر هي جت في الجيل اللي فات او اللي قبله او بعده. ما تفرقش. النقطه الثانيه، لو هو دي حاجه جديده عليه، لو هو حاجه جديده عليه يبقى ده معناها انه ممكن جدا يكون هو عنده التهاب في الاعضاء التناسليه. والالتهاب في الاعضاء التناسليه هنا اهمها الحقيقه ومنتشره برضو مش قليله الحقيقه، اللي هو التهاب غده البروستاتا. ده لما بيحصل فيها التهاب فبيبقى برضو القذف اسرع، لانه الحقيقه التهيج الانسجه بيخلي بسبب الالتهاب بيخلي الاعصاب هي كمان المسؤوله عن مساله القذف في هذه المنطقه تخليها تعمل بصوره اسرع، وبالتالي يحصل القذف اسرع. في كمان نقطه تانية، انه في بعض الناس عنده عدم انتظام في مساله الجماع، يعني على سبيل المثال حد مثلا بيسافر شغله سفر مثلا في محافظه تانية او حاجه، بيقعد بالاسبوع اتنين وبعدين يرجع البيت بعد اسبوعين ثلاثة شهر وبعدين يحصل جماع، يقوم يحصل سرعه قذف. هو بيقعد له يومين ثلاثة ما بيلحقش يكون اتكون اساسا انه يعني الاكسبيرينس او الخبره النفسيه اللي تبقى تؤهله انه سرعته تبقى طبيعيه فيحصل سريعا. وفوق ده وده بقى، ان هو لو هو مثلا حتى موجود بس غير منتظم، يعني مره
مثلا يحصل مرتين في الاسبوع وبعدين بعد اسبوع وبعدين بعد شهر وبعدين يرجع تاني كل يوم وبعدين عدم الانتظام. عدم الانتظام يخلق نوع من انواع برضو سرعه القصف، لانه في الاخر اللي بيحصل ان هذه الغده برضو غده البروستاتا بيحصل فيها التهاب وبالتالي يحصل عليها هذه السرعه. طب مفيش اي اسباب تانيه للسرعه سرعه القصف؟ يعني وجدوا اخيرا في يعني في ستاديز جديده، دراسات جديده اتعملت، لو انه ودي الحقيقه ليها علاقه شويه كمان بمساله الانجاب، يعني انه الناس اللي عندهم هايبر ثايرويدزم او اللي عندهم غده زياده الدرقيه فيها افراز زياده شويه ممكن يعانوا من مساله زي ديت. ليه؟ لانه في مستقبلات حسيه او عصبيه موجوده في الخصيتين، مستقبلات لهرمون الثايرويد او اللي هو بتاع الغده الدرقيه، وبالتالي ده لما بيعلى بيعلي حساسيه هذه المنطقه فيؤدي في الاخر برضه لسرعه قصف. طب وهل قله افراز الهرمون الغده الدرقيه بيؤدي الى العكس بقى؟ لا الحقيقه لا هو بس زياده افراز الهرمون هي اللي بتعمل مشكله. دي حقيقه. طيب. نيجي ناخد النوع الثاني من اضطرابات القصف وهو تاخر القصف، نتكلم عنه شويه بعد اذنك. تاخر القصف هنا الحقيقه يعني برضو بنرجع النمره واحد، برضو بيرجع لسبب نفسي. السبب النفسي هنا احنا قلنا انه ممكن حد يكون عنده مشكله ان هو عنده قلق زياده شويه في سرعه القصف يقوم يحصل القصف سريعا. نفس الكلام على فكره موجود برضو في بعض الحالات بتاعه تاخر القصف، ممكن يحصل فيها القصف ياخد وقت اطول، وهنا بقى بنعني بالوقت الاطول علشان برضو الناس هتستغرب الرقم، من 20 ل 30 دقيقه. يعني 20 ل 30 دقيقه اللي هو الناس بتتخيل انه ده المفروض يبقى ده الطبيعي، وده الحقيقه مش عادي. يعني كل الدراسات اثبتت الحقيقه الحكايه ديت، فيها ثيوريز او فيها نظريات اتحطت علشان تفسر تاخر القصف. ده بيخلي الناس مع برضو بعض الانكزايتي او القلق من انه عنده مشكله او حاجات زي كده، او انه يحس بوجع نتيجة أي التهابات في الجهاز التناسلي أثناء الجماع، ممكن يخليه يطلع وما يكملش، يوم يتأخر يرجع تاني، يوم يعني بياخد وقت عملية شوية فيها عملية طريق. ترددية إلى حد ما، وبالتالي ممكن يتأخر بالفعل. طيب بالنسبة للنوع الثالث اللي قلنا القصف العكسي، تمام، ده أو انعدام القصف. انعدام القصف. أوكي. هو الحقيقه ليه بقى انا بقول كده؟ لانه القصف العكسي او الريتروجريد ده موجود يعني. بس انا عايز اقول انه يعني ده جزء من عنوان كبير اللي هو انعدام القصف او القصف القليل، بيندرج تحته. هنا بقى النقطه، يعني لو انا هبتدي باللي حضرتك قلته اللي هو القصف المرتجع او الريتروجريد، ده الحقيقه بنشوفه كتير قوي في ناس عندهم سكر مثلا على سبيل المثال، ده مرتبط بامراض اخرى. ممكن يكون عنده سكر او عنده حتى انه يكون عامل عمليه من عمليات الجراحيه اللي هي خاصه بالقولون والشرج، او خاصه حتى بالبروستاتا. ان احنا شلنا البروستاتا بالمنظار على سبيل المثال. استسمح حضرتك، في معانا الاستاذ احمد اتصال، اتفضل يا استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. والله اقدر اكلم الدكتور؟ اتفضل الدكتور مع حضرتك. السلام عليكم اولا. عليكم السلام ورحمه الله. والله انا فعلا بعاني من سرعه القصف. تمام. واكتشفت اخيرا ان الغده عندي افرازها كثير جدا، يعني 19 والمفروض انها 5. معلش حضرتك علي صوتك يا استاذ احمد، معلش. اكتشفت مؤخرا ايوه ان انا افراز الغده عندي عالي. ايوه. غده ايه؟ الغده الدرقيه. الغده الدرقيه. تمام. يعني هي 19 هي المفروض كانت 5. تمام. المفروض 5 يعني، وهي دلوقتي في زياده افراز هرمون الغده الدرقيه. تمام. ولكن انا عندي الموضوع ده عندما انا عندي 49 سنه، انا من بدايه حياتي وهو كده. تمام. أي. من بدايه حياتك قبل ما يجي لك مشكله زياده افراز هرمون الغده الدرقيه؟ تقريبا. من قبلها كمان. يعني هي مالهاش علاقه قوي بزياده افراز الهرمون الغده الدرقيه. لان انا سمعت دلوقتي الدكتور بيقول ان زياده الغده الدرقيه بيعمل سرعه قصف. طب هل لاحظت انها زادت بعد ما اكتشفت المرض ده؟ والله تقريبا نفس المنسوب. انا يعني دلوقتي تقريبا وقت قد ايه يا استاذ؟ انا مضطر اخد عقار ممنوع علشان يعني علشان الموضوع ده. طيب.
انا عرفت العقار الممنوع وهنتكلم فيه، ده مهم طبعا. طيب بس يا ريت يا ريت الدكتور يقول لي على العلاج يعني. طيب ماشي. طيب ماشي يا استاذ. حضرتك طبعا سمعت الاستاذ احمد هو بيعاني من زياده افراز الهرمونات الدرقيه، وكان بيعاني برضو من سرعه القصف دي من قبلها، بس الموضوع مستمر معاه وبياخد علاج. فانا عايز يبقى حضرتك تدله على العلاج المظبوط. هو انا عايز بس اقول انه هنا النقطه ان ممكن يكون الحكايه زادت معاه، بس هو علشان خبرته الشخصيه بتقول ان هو عنده سرعه من الاول، ممكن تكون زادت بس هو ما خدش باله. يعني النقطة دي بس مهمة، احنا ما فيش حد بيمسك تايمر وساعة ويقول والله انا بقعد دقيقة ولا اتنين ولا تلاتة، بس هي بالتقريب بتبقى كذا خلاص. فطبعا هنا يعني الحل بيبقى في نمرة واحد طبعا انه لازم نتحكم في افراز الغدة الدرقية، بياخد علاج. الامور المفترض انها تتحسن شوية، لو ما تحسنتش او تحسنت بشكل مش مرضي بالنسبة له بناخد فيه أدوية تانية تتاخد، اللي هي يعني معروفة للجميع، اللي هي حاجات مضادات للاكتئاب. بس مع حضرتك بس سؤال للمشاهدين، هل بتلاحظ في أي تعكر في البول بعد العلاقة الحميمة؟ عامة بنتلقى اتصالاتكم على 09035 أو 2303، ونلتقي بعد الفاصل إن شاء الله. رجعنا لكم تاني. كان معانا اتصال من الاستاذ احمد، وكان سؤاله عن زياده افراز الهرمون الغده الدرقيه. هو مرض بيعاني منه بقاله فتره وبيعاني من سرعه القصف، وكان سال الدكتور ايمن عن ازاي نعالج الحاله ديت. اتفضل يا دكتور ايمن كمل حضرتك. احنا زي ما اتفقنا ان هو كان عنده افراز زائد في الغده الدرقيه، فده محتاجين ان احنا ناخد له العلاج الطبيعي بتاعها مع التخصص اللي برضه الخاص بيها، ده هيحسن الامور شويه. لكن لو هو فضل غير راضي عن النتائج، فاحنا في الحالات اللي زي كده بنستعمل حاجه من الحاجات اللي هي ترايسيكليك انتيدبريسنس، او هي مضادات الاكتئاب. أيوة. ليه مضادات الاكتئاب؟ لان مضادات الاكتئاب من ضمن المنظومه او ازاي بيحصل القصف، في ماده اسمها السيروتونين او السيروتونين. هو ده اللي من ضمن الحاجات اللي بتتحكم بشكل واضح في مساله القصف. فلما بندي حاجه تقلل من هذا او تقف تبلوك او توقف مساله السيروتونين ديت، فبالتالي بيحصل تاخر في مساله سرعه القصف. انا بس هنا في نقطه مهمه بقى لازم نعلق عليها، ان هو بيقول انا باخد دواء ممنوع. الحقيقه هو مش ممنوع ولا حاجه طبعا، يعني هو بس من الحاجات اللي بتنزل جدول وكده في الصيدليات يعني، وحاجه معروفه للكل اللي هي الحاجات اللي هي زي الترامادولات والحاجات ديت. ده طبعا انا بس عايز اقول هنا انه مهم جدا نبقى عارفين حاجه، انه الاستمرار على هذه الأدوية بالذات اللي هو بياخده ده ممكن يؤدي مش لأنه القصف يتأخر، لا هيأخر قصف جايز تنبسط بيه شوية، لكن بعد كده للأسف هيأثر على قوة الانتصاب، هيقلل الانتصاب. حتى مضادات السيروتونين أو الحاجات اللي هي بنستخدمها في بتاعت المضادات آسف الاكتئاب، بنستخدمها ليها بروتوكول معين في الاستخدام. على حسب كل حالة بنقدر نوفق برنامج خاص بهذا المريض كل واحد، ونقول له ازاي يتعود بعد كده. يعني في تمارين وفي حاجات بنقولها، بنبدا ازاي نحاله علشان يقدر يعملها في البيت، بحيث ان هو في الاخر يقدر يوصل للوقت الكافي او المرضي بالنسبه له او بالنسبه حتى للطرف الاخر. طب احنا يا دكتور ايمن معانا فيديو كده على ما يحضره لنا، بنعيد تاني سؤال المشاهدين، هل بتلاحظ في اي عقاره في البول بعد عمليه الجماع؟ فياريت برضو ان نستنى استفساراتكم واسئلتكم ومقترحاتكم على تليفون 09035 او 2303. اتفضل دكتور ايمن. حضرتك كنت بتتكلم على تاخر القصف، ويمكن احنا معانا فيديو عن الموضوع ده، هنبتدي على انعدام القصف او انعدام القصف. ايوه هنتكلم عليه. هو طيب. يعني ما اعرفش كانوا هيعرضوا، اتفضل هتكلموا هم هيعرضوا. هو انعدام القصف على الشاشه معايا، يعني احد المشاكل اللي بتحصل انه ممكن يكون في انسداد في القنوات المنويه. ايوه المنظر اللي قدامنا ده منظار. أيوة. داخلين نعالج بيه هذه القصه لما يبقى في انسداد في القنوات المنويه. أيوة. عند غده البروستاتا. ده يعني عنق المثانه باين قدامنا اهوت، والحته اللي هتتقطع دلوقتي بالمنظار اللي هي اللي عامله الهرميه دي مكتوب عليها فيرو. أيوة. ديت هي مكان فتحة قنوات المنوية داخل المجرى البولي. أيوة. يعني طبعا مهم جدا نبقى عارفين انه هم فتحتين على الجنبين
في جنبين هذا الهرم اللي احنا شايفينه الجزء الهرمي ده هوت. ايوه. وده لما هينقطع احنا هنلاحظ مع الصوره بعد القطع اهو ده القطع حصل. ايوه. في انسداد في هذه المنطقه. الجزء الصغير لو خدنا بالنا فيه نقطتين واضحين قوي في الحته اللي اتقطعت. أيوة. هو ده الفتحات بتاعه القنوات المنويه، وبدا يبقى فيه تعكر في الميه اللي داخله بتاعه المنظار. أيوة. هنشوفها بشكل اوضح يمكن مع القطعه الثانيه والاخيره. أيوة. بعد ما قطعنا ادي الفتحه هيت اللي بتفتح وتقفل ديت قدامنا في نص. أيوة. الشاشه. أيوة. وهو ديت القنوات المنويه كانت مقفوله، وبعد كده هنلاقي بدا البول يتعكر او الميه تتعكر اهوت نتيجه انه السائل كان متخزن وراها وحاصل انه في انسداد فمش عارف يخرج. طبعا ده جزء مهم جدا لازم نقوله او نشرحه على حاجتين مهمين قوي. الاولانيه انه العيان ده ممكن لو هو مش متجوز فبيشتكي انه القصف بتاعه قليل، كميته قليله، وهنقول اسبابها، لكن ده كان سبب من الاسباب انه يبقى في انسداد ولو جزئي موجود في القنوات المنويه فالافراز بتاعه قليل جدا. والنقطه الثانيه انه هو لو متجوز هو ممكن يكون بيشتكي انه اساسا ما بينجبش، فبالتالي برضو ده لما بنيجي نعمل له تحليل سائل منوي ممكن نلاقي حاجه من الاثنين، يا اما ان احنا ما بنلاقيش حيوانات منويه خالص ده نتيجه الانسداد الكامل، او ان احنا نلاقي كميه من الحيوانات المنويه القليله جدا والاشكال المشوهه الكثيره جدا وكميه السائل قليله جدا. ده يساوي في حالات كثيره جدا انسداد جزئي زي ما شفنا كده في الفيلم اللي احنا اتعرض دلوقتي. وده اللي بيخلينا حضرتك نسال سؤال دلوقتي، ايه الفحوصات اللي حضرتك ممكن تطلبها لو انسان بيعاني من اضطرابات في القصف؟ مهم جدا طبعا ان احنا نشوف السائل المنوي بتاعه. طبعا الكشف تحليل يعني احنا الاول طبعا الكشف وان احنا نشوفه ونسمع منه مهم جدا. ده ليه بقى؟ ونكشف عليه لانه ده في الاخر هيوجهني اذا كان هذا الرجل بيعاني مثلا من التهاب او عنده مشكله نفسيه وارد، او بياخد ادويه معينه زي ادويه الضغط او السكر، او اسف عنده سكر او حاجات بالشكل دوت. ممكن يكون عنده مشكله من دول نقدر نفسر بيها الشكوى بتاعته. طيب اذا ما فيش تفسير لهذا الكلام او اضفنا حاجات علشان نقدر نتقصى اكتر، فعلى الاقل الف ب احنا بنحتاج ان احنا نعمل تحليل سائل منوي ونشوف بيه الدنيا فيها ايه، هل في صديد، هل كميه كويسه، العدد كويس، الحركه، الاشكال المشابهه، في حاجات كتير قوي الحقيقه بتتشاف في القصه ديت تقدر نقدر من خلالها ان احنا نشخص الى حد كبير قوي احنا مشكلتنا موجوده فين بالظبط. الحاجه الثانيه في طرق التشخيص طبعا ان احنا بنحتاج ان احنا نعمل سونار، موجات صوتيه. أيه. الموجات الصوتيه الحقيقه يمكن علشان برضو يعني بعض الناس مش متخيله قوي، مش هو البطن والحوض بس، لا ده احنا كمان يعني الاهم من ده اللي هو الترانس ريكتال، او ان احنا اللي هو الفحص الشرجي عن طريق الموجات الصوتيه. أيه. ده الحقيقه من ضمن الحاجات اللي برضو بتدينا فكره قويه جدا المنطقه بتاعه الغده او الغدد التناسليه في هذه المنطقه عامله ايه، هل في انسداد، هل الحويصات المنويه فيها مشكله، الحبل المنوي موجود، لا مش موجود، في حاجات كتيره الحقيقه بتتشاف في القصه ديت، فنقدر نعرف منها اذا كانت الكميه قليله او كتيره. الحاجه الثالثه وبرده دي حاجه مهمه قوي اللي هو تحليل هرمونات. في بعض الحالات بيكون الهرمون التستوستيرون او هرمون الذكوره عنده، يعني عايز اقول انه طبعا هرمون الغده الدرقيه زي حاله الاستاذ احمد ديت كان حاجه مهمه قوي. طبعا الحقيقه ده بيعدي علينا كتير، مش كتير قوي بنطلبه، لكن لما بيبقى في سسبشن او يعني ان احنا اشتباه في اشتباه في حاجه زي كده بنقدر بنقول له لا اعمل لنا كذا بالمره. طيب. لكن تحليل مثلا هرمون زي هرمون الذكوره مهم جدا، التستوستيرون اذا كان قليل فده ممكن يبقى وارد معاه انه القصف ممكن يبقى فعلا ضعيف او في مشكله، بالاضافه لمساله الانتصاب ممكن يبقى فيها مشكله، بالاضافه ان ممكن مشكله الانجاب يبقى فيها مشكله. يعني شوف من حاجه واحده ممكن تعرف ثلاث مشاكل، وممكن يعني الثلاث مشاكل يتحلوا بحاجه واحده، واخد بال حضرتك. الحاجه طبعا المهمه جدا برضو اللي هو الريتروجريد ايجاكوليشن تيست، اللي هو ان احنا بنعمل للناس اللي عندهم قصف مرتجع بيتعمل له تحليل بول بس بعد الجماع مباشره او بعد تحليل السائل المنوي مباشره. فاذا وجد في حيوانات منويه مثلا موجوده في السائل في البول
بعد تحليل السائل يبقى ده معناها انه حصل ارتجاع في السائل للمثانه، وبعدين مع تفريغ البول حصل انه بقى فيه السائل المنوي نزل مع البول. وده يمكن السؤال اللي حضرتك كنت بتقوله من شويه انه في تعكر موجود، يعني احنا ده لما بيحصل بيحصل الحقيقه لما بنلاقي كده، يعني عايز اقول لحضرتك علاجه يعني حاجه بسيطه جدا، يعني ما مش حاجه صعبه خالص، حاجه بسيطه جدا. والعيال معظم الحقيقه مش كل طبعا، معظم المرضى في هذا الموضوع مشكلتهم بتتحل ببساطه، خاصه اذا كان عندهم سكر، فمع تظبيط طبعا برضو السكر وحاجات زي كده الامور بتمشي بشكل افضل. طيب عايزين نتكلم عن العلاج الطبي والعلاج الجراحي. نتكلم اول على العلاج الطبي، العلاج بالادويه انا بقصد العلاج الطبي لكل واحده منهم الحقيقه ليها حاجه. يعني لو خدنا مثلا مساله زي مساله سرعه القصف، فاحنا تقريبا كل المجتمع الطبي او العلمي يعني اجتمع على انه اللي موجود دلوقتي وله الابر هاند في العلاج هو مساله التريسايكليك اند ديبريسنس او له مضادات الاكتئاب اللي في موضوع سرعه القصف. الحقيقه لكن انا عايز بس اقول هنا نقطه، انه في ناس كتير مثلا بتقول حاجات زي الترامادول، احنا وده استثنيناه تماما الحقيقه من القصه دلوقتي، او انه بيستخدم مخدرات موضعيه. المخدرات الموضعيه هنا الحقيقه ليها مشكله شويه، لانه هو اذا استخدم المخدر الموضعي واستعمله وبعدين دخل علشان يحصل الجماع، فهو هيتاخر والطرف الاخر كمان هيتاخر. هو لازم يبقى عارف ده كويس، لان ديت هتسبب له هو مشكله وحرج، لان ممكن التاخير في الطرف الاخر يكون اكتر منه، وبالتالي هو مش هيبقى راضي عن النتيجه. احنا يعني مش عارف اقول ايه، الوقت خلص، وانا كان نفسي نقعد مع حضرتك يعني ساعات وساعات نتكلم في المواضيع. اسعدت بلقائكم. كان معانا النهارده الاستاذ الدكتور ايمن راشد، استشاري استاذ جراحه المسالك البوليه والعقم بكليه الطب. عرفنا من الحلقه ديت ان قد ايه في مشاكل في القصف، قد ايه المشكله منتشره زي ما الدكتور تفضل وقال 50%. نحاول دايما ان احنا نستشير اطبائنا وما نتحركش، لا حياء في الدين ولا حياء في العلم. اشكركم وللقاء القادم في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.